مساكم الله بألف خير جميعا، والسلام عليكم. أحلى مسألة، أحلى زوار من مدينة لوبليانا عاصمة سلوفينيا، وهذا أهم شارع كوبوفا توليكا، هذا الشارع الرئيسي، مدينة صغيرة طبعا، طالع من الاتحاد اليوغوسلافي سنة 1991 انضمت لليورو، عملت اليورو الزين فيها أن عملت اليورو. تعرفون أنا من باب اللقافة والفضول زرته، ولا مو في البال يعني، لكنه من باب الفضول فقط. طبعا ما تقارن بالدول الأوروبية الثانية والمدن. الشارع الرئيسي، شارع المشار الرئيسي، الساعة 6:30 المساء. المسافة من المطار لين المدينة هنا، نص المدينة 16 كيلو. تاكسي أخذ 45 يورو، لأني ما أجرت سيارة. طبعا الإيجار، إيجار السيارة هنا ما يسمح لك أنك تطلع من الجمهورية، من جمهورية سلوفينيا فقط الجمهور، عشان كذا أنا جاسني إحباط، ولكن تم خط التخطيط، وحين بضطر أني أستعمل القطار إلى زغرب بكرة. مواصل، تحياتي للجميع بدون استثناء. تشكيلات من الأخشاب، أنا فكرت قبل ثوم، أخشاب، والجماعة محتشرين. طبعا الطيران، الطيارة من زيورخ إلى هنا 45 دقيقة. نو زي ما سمعتني، عندهم شيء مهرجان، ظاهر ان ماراثون عندهم الاطفال. برافو، Kakao, vam bomo sreda s sladoledom. Privoščite si kepico sladoleda in ne pozabite, o pol 8 uri bomo sreda tudi jedre ljubljate. Galerija Embrijem, mešvor jedan, ujedid. Si želite dodati? Tagriben fi kel brošor tilgona. Galerija Embrijem. سنتر راغي، نواصل التصوير. طبعا اللي يكون فيه يا اخوان في بحيرة تبعد من هني شمال غرب، بحيرة بليد، بحيرة حلوة، وهذه قريبة من اللي يكون في فيلخ النمساوية. اللي يكون في فيلخ النمساوية تبعد تقريبا 120 كيلو، لكن إلى العاصمة هي يمكن 100 وشوية. عادي يعني الواحد يجي ويزورها ويرجع مرة ثانية، قريبة جدا من فيلخ. شوف البناية الحلوة، هالنكشة الحلوة،
تسلم يد اللي عمل هالنقش الحلوة. لوبليانا عاصمة سلوفينيا، هاي واحدة من البنايات الحلوة. هذه كنيسة المدينة، لكن ما فيها نقوش، ما فيها شيء، يعني عادية. هذا نهر لوبليانا اللي يمر في المدينة. هاي واجهة الكنيسة معها. بعض المنتجات الزجاجية، اكسسوارات. هاي الفرشات على ضفاف النهر. أعمال خشبية. هذا السوق الشعبي. ما شاء الله العالم كله يواعى. شيل من الصينية وكل. ايش اصفر؟ ذكرني بتايلاند. نفس الاكشاك اللي في تايلاند. عالم كله يوعانا. نصب فودنك مثل أي مدينة، كفول الحب. العادة انه يقفل القفل ويرمي المفتاح. وهذا ابليس ينتظرهم. الطرف الثاني. الروس ما سلمت الجماجم في الضروس في هذا هو المتحف الوطني من الشارع الرئيسي مال المشاة، اتجه ناحية القصر. هذا ناخذ اللقطات. السنجاب. منظر جانب أحد المباني. هذا الجسر الثلاثي يعتبر من معالم المدينة. واحد، اثنين، ثلاثة. من ضفة إلى ضفة على نهر لوبليانا. وهذه قلعة لوبليانا اللي فوق. الحين بحاول أوصلها، كيف يوصلون لها؟ ما بعرف كيف. بس كيف يوصل لها. وسيلة التنزه الوحيدة في المدينة، ما عندهم الباص بدورين. وهذا معلم يرممونه. بس إذا يوصلني القلعة. هو قال بوصلك فوق.
هناك حلو ب4 يورو التذكرة. هذا نصب جالسين يرممونه. المدينة من على جنب الغلاء. نقطة بانورامية واتجاه الغلاء. درجة الحرارة 18. هذه هي القلعة من الأعلى. في عندهم حديقة حلوة، حديقة عامة، حديقة تيفولي كبيرة وحلوة للتنزه. هذا علم العلم السلوفيني الأزرق وأحمر وأبيض. القلعة المطلة على المدينة. هذه هي أخوي. أنا أشكر الأخ السعودي اللي أرسل لي دعوة للسفر إلى أمريكا، لكن يا أخي في أمريكا صعب تروح لها في الشتاء. الولايات الشمالية شيكاغو بوستن وسياتل كلها ثلوج، يعني الواحد ما يستمتع. فأفضل حاجة إنها في الصيف، وأنا إنسان موظف يعني إجازتي كلها حين استهلكتها في الصيف. وإن شاء الله أنا شكر لك الدعوة، لكن هذه يبغي لها 25 يوم تقريبا أمريكا مع كندا. هذه قلعة من الداخل. أنا أنصحك كذلك لا تروح في الشتاء، ما بتقدر توصل لميامي. الساعة 9:10 دقائق صباحا. أحلى مكان للتصوير. نطلع معاكم يلا. لقطة ثانية بساحة الغلاء. العاصمة لوبليانا، عاصمة سلوفينيا. تاريخ 6/9/2014. ذكرني بالنرويج، كلها أشجار الكستنة. من أول ما أطيح من الشيرة شوفوا كيف كل ثمرة فيها حبتين. شوكة قوي جدا سبحان الله. أول ما أطيح تسيدة تنكسر وتطلع منها. عندها جماعة عندهم مسابقة مثل تلي ماتش. لقطات العاصمة لوبليانا. هاي قسم المطاعم، هنا المطاعم الشعبية. من الكنائس القديمة. نروح قسم الخضروات والورود في الأمام. هني قسم الورود. الفطر بأنواعه. أحلى ورود. لحظة زوار. طبعا سلوفينيا العاصمة لوبليانا عدد السكان بين 2.3 مليون إلى 1.5 مليون. أكثرهم طبعا 90% من السلوف، من
من الشعب هاي من نفس البلد، في أقليات من البلد دول الجمهوريات المجاورة. المساحة 20,000 كيلومتر مربع زائد 273، 20,273 كيلومتر مربع. هذا الحين قسم الفواكه. الجو عجيب جدا. انا بحاول اوصل قلعة بريجاما، واحاول اوصل بحيرة بليد اذا تيسرت لي الامور اليوم. الحين بعد شوي رايح محطة القطار، بشوف اذا في مكتب تأجير سيارات، ويا العبدولي ان شاء الله من عيوني بصور القلعة. لكن اذا تيسرت لي عندي الامور، البلد مو مثل اوروبا العادية يعني الباقية، كل شيء متوفر، تحصل سيارة، مكاتب تأجير سيارات كل مكان. فإن شاء الله إذا تيسرت الأمور ناوي أتحرك وأصور البحيرة والقلعة اللي تبعد 50 كيلومتر تقريبا جنوب غرب العاصمة. مجهز الحداثيات، مجهز كل شيء، بس باقي تأجير السيارة. طبعا موقع سلوفينيا في وسط في وسط أوروبا، يسمونها أوروبا الوسطى، تحدها إيطاليا من الغرب، النمسا شمالا، كرواتيا من كرواتيا من الجنوب. هني قسم الثياب، ملابس. طبعا من الأماكن المهمة فيها البلد بحيرة بليد، وقلت لكم قلعة بريجاما. هاي قلعة في صخرة، حواليها صخرة، وتعتبر منظر سياحي مهم فيها البلد. وأنا مثل ما قلت لكم بحاول أوصلها إن شاء الله، ما أوعدكم. سلامي سلامي الكبير إلى دير الزور وإلى الأخ علي الخليف من دير الزور بسوريا، أحلى سلام لك يا الغالي. وكذلك إماراتي بامتياز محمد المسلاوي من العراق، وجدان موادع برادايس الدع الظل الظل، عبد الله العازمي، خالد الوسمي، علي جعدان من اليمن. سلامي لك كبير يا علي جعدان والأهل اليمن إن شاء الله. وكذلك لأستاذة نكس بلورر وجميع الأخوة بدون تحديد. موصل هاي الساعات على النهر، هذا الصديق عملت له حاجة في دبي، والريال هذا يتابعني في اليوتيوب، ولما عرف اني في جولة أوروبية قال لي وين بتنتهي جولتك؟ قلت له في بوخارست في رومانيا. قال لي شوف، قال لي متى بتسافر؟ قلت له تاريخ 13/9 تقريبا او 14. قال شوف، ان ما جيتني من يعني يقول لي من 10 إلى 13، ان ما زرتني في كوبنهاغن ترى مرتي طالق. انصعقت يا جماعة من هالكلام، شو العقليات؟ معقولة هالعقليات لين اليوم؟ قال لي قلت لك من الحين أقول لك. قلت لي يا أخي العام كنت موجود في كوبنهاغن وكذا وفي تقرير. وقال ما أعرف، الحين أنت موجود في أوروبا قريب لازم تجيب أي طريقة. تبغي أشتري لك تذكرة؟ قلت له أبي لا تشتري تذكرة ولا شيء، ما تسوى. فاضطريت الحين لازم أمر عليه ولا بيطلق مرته. هل يعقل ان في اسكتلندا يستوي الكلام هذا؟ انا اذكره في الخليج بس، وفي اليمن يعني في الخليج وفي اليمن. سبحان الله، شو اسوي؟ مضطر اني اروح ليومين. كثير من هلو كثير من المطاعم والبارات والحانات.
سلامي للزملاء في من تتزايد المسافر جميعا، وخصوصا باب باب الرحلات. هلو جلسات حلوة على النهر الصراحة. محطة القطارات والباصات، وللأسف ما في مكاتب تأجير سيارات هنا. فعلا الإنسان بدون سيارة في أوروبا مثلي أنا مثل المقيد مون. اضطريت أني أخذ تذكرة بالقطار، قالوا لي ساعة 3-4 قطار إلى زغرب، المسافة كلها 140 كيلومتر. فقلت شو الحل؟ قالوا لي بالباص، بيتحرك الساعة 12:30. فأخذت تذكرة إلى بالباص. شوفوا كيف خير يوم عندك سيارتك، إحداثياتك عندك، برنامجك عندك، المدينة اللي بتروح لها. كنت ناوي أروح قلعة برجامة، كنت ناوي أروح بحيرة بليد، لكن للأسف والله مغيد مول. أسألهم هني في مكتب الاستعلامات، قالوا لي لازم في باصني سياحي، والساعة كذا تكون مكان هالمكان، والساعة يغيدونك بتواقيتهم هم. هذا الشيء اللي ما يعجبني. عموما هاي محطة القطارات والسموحة، كنت ناوي أصور لكم قلعة بريد جامة وبحيرة بليد، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة. هاي خلاص دخلوا في الجدول يعني. هذا تقريرنا عن هالبلد، جميلة لكن مو بجميلة جدا طبعا. بلد هادية جميلة، اللي يخرب عليك انه ما تاخذ حريتك بالسيارة الا في البلد نفسه. في عندهم مدينة، في عندهم يعني مثل ما تقول شاطئ صغير على البحر، على البحر الادرياتيك، في مدينة اسمها بيران، كنت ناوي بعد اوصلها لكن للأسف. طبعا انا اتصور هاي بيران مقابلة من الناحية الثانية تقابلها فينيسيا. اي نعم تقريبا كذا نهاية تغريري والسموحة. نشوفكم ان شاء الله في زغرب عاصمة كرواتيا. سبحان الله، قبل الله اركب الباص شفت هني مكتب تأجير سيارات سكست، وكنسلت الباص واجرت سيارة. سبحان الله، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. ما كنت اتصورني القى. والمشكلة اسأل الناس اللي هني، كل حد يقول لي ما في ما يدرون، مستغرب منها.